Agenda Santé. في أجندة سنتي كالعادة لسيكل دو فورماسيون أول بول تلقاهم موجودين وحصرين على الباج أوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة تفهم في روبريك أجندة سنتي واللي تكون موجهة خاصة لأطبائنا التوانسة الإطارات الطبية وشبه الطبية وحتى لزيتوديون. واليوم حبيت نحكي لكم على لاتوليي براتيك بور لسيرتيفيكا دو بيداغوجي أن سيونس دو لا سنتي نيفو 1، هذا من تنظيم كلية الطب بالمنستير. نعود نذكركم أنه باش يكون بتاريخ 3/4/5/2022 في كلية الطب بالمنستير. فيما يخص الانسكريبسيون البرنامج وأكثر التفاصيل اللي تلقوا على الباج أوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة فام إذا تلقى روان الصحة. هذا فيما يخص سيرتيفيكا دو بيداغوجي نيفو الأول من 3 حتى 5 مارس 2022 من تنظيم كلية الطب بالمنستير. كانت هذه أجندة سنتي بالنسبة لليوم. أجندة سنتي.